السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات تانية سنة وبيولوجي، عشان نفهم ازاي بتتحل او المعاصر حال ازاي اسئلة test yourself تانية سنة وبيولوجي المعاصر. هنشرح مع بعض ازاي نفهمها، تمام؟ لان الحل كحل ككتابة متاح في كل مكان ومتاح في الكتاب، لكن نشرح ازاي الحل ده جه وكله يبقى معاه كتاب المعاصر لانه من احسن الكتب اللي نازله في الموضوع ده. نقول اول سؤال هنا معانا، صفحه اللي وقفنا عنده المره اللي فاتت، صفحه 23، بيقول لي هنا ان you have two meals، تمام؟ عندي وجبتين، و the first one boiled meat، لحمه مسلوقه، وbread اللي هو العيش، وvegetables اللي هي الخضروات. تاني واحدة اللي هي مكرونة وvegetables وfruits، تمام؟ طيب انا عندي هنا بروتين وكربوهيدرات وفيتامينز، وهنا عندي كربوهيدرات وفيتامينز. يبقى الاولى فيها بروتين والتانية فيهاش بروتين، او البروتين فيها بنسبة قليلة جدا، تمام؟ ما تنفع يعني الجسم مش هيبقى فيها ويثس او فضلات، تمام؟ لان طبعا اي ليفنج سيلز سواء فروتس او فيجيتابلز فيها بروتين بس بنسبه قليله. يعني بيقول لي ريكومند، يعني اقترح بيست ميل، وجبه الافضل لمين؟ لبيشن ويز كيدني فيلور، لمريض بفشل كلوي. اد اكسبلين يور انسر، ووضح اجابتك. هنقول له السكند ميل، تمام؟ لانه عنده فشل كلوي، كيدني فيلور. طب هنا الاولى فيها بروتين كتير، بويلد ميت يعني لحمه مسلوقه، طبعا دي ما تنفعش مع اللي عنده فشل كلوي، تمام؟ هنقول يبقى ذا سكند ميل هي اللي ايه، از سوتابل بيكوز، ليه؟ بيكوز ذا سكند ميل داز نوت كونتين بروتينز which result in nitrogenous wastes، لان البروتين بيطلع nitrogenous wastes اللي هي اليوريا which is secreted through kidney، تمام؟ خلاص. وممكن نكتب بقى طبعا تزود في الاجابه ان النيتروجينس wastes دي، تمام، هتحصل ايه؟ هتتحول اللي هي الامينو اسيدز مثلا، تمام؟ ادي ده امينو اسيد مع الفري راديكالز في الجسم، تمام، اللي هي الاو، تمام، او الاوتو، تمام، هتتحول لامونيا، تمام. الامونيا مع الكربون دايوكسيد ده ويست برضو، تمام، هيدينا انترميديت كومباوند في الاخر، يدينا يوريا. خلاص. طيب بعد كده يا شباب هنبدا في التست يور سيلف بتاع الليسون اللي بعده، تمام؟ تابعوني في الفيديو اللي جاي، تمام؟ عشان عايزين بس كل فيديو كده 3 دقايق عشان ترفع على طول من اي واي فاي عشان الوقت.